ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات سحر الهوانم. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان احنا هيبقى معانا سيدة اعمال، وهي بتعمل منتجات مصرية في ورش مصرية وبإيد مصرية. انا مش هعرفها لكم، انا هسيب لي نور هي اللي تعرفها. اتفضلي. اهلا بيكم مرة تانية. هاجر يمكن لما قالت كلمة سيدة اعمال هتحسوا ان هي بقى يعني كبيرة، بس هي بنوتة صغنطوطة خالص هتشوفوها. يعني أنا ما شاء الله أنا مبسوطة بيها جدا. هي أستاذة آيات الأشول، مؤسسة ريتش ستور إيجيبت للأساس الخارجي، وطبعا سيدة أعمال زي ما هاجر قالت، بس هي صغنونة شوية. إزيك يا آيات؟ أهلا بيكي. أهلا بيكي، ربنا يخليكي. أنا مبدئيا يعني بعيد عن الحلقة أنا مبسوطة بيكي، ربنا يخليكي على المستوى الشخصي بجد والله. يعني حاجة حلوة إن أنا بتبقي في سن صغير وتحققي حاجة، وأنت ما شاء الله مش على مستوى مصر بس، أنت كمان بتصدري بره. هنتكلم بقى عن الموضوع ده بس واحدة واحدة كده. الحمد لله رب العالمين. قولي لنا، انت كنت قبل الحلقه كنت بتقولي ان انت مؤسسه ورش بتعمل منتجات مصريه وبايد مصريه، كنت بتقولي ان ناس كتير قوي قالوا لك ان المنتجات بتاعتك منتجات عاليه الجوده، رايك ايه؟ انا الحمد لله رب العالمين. يعني انا اساسا بادئه الشغل دوت من 5 سنين. تمام. يعني انا اساسا خريجه كليه التجاره 2012، دفعه 2012 جامعه طنطا. فقبلها بسنه اخدت مشروع، اتخرجت من مشروع من كليه التجاره. تمام. كان اسمه بيس ويست هاير اديوكيشن ايجيبت 2011. تمام. ده من ضمن البرامج بتاعته كان فيه حاجه اسمها كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل مع الكاستمرز. تمام. فالحمد لله الحاجه دي فادتني جدا ان انا بتواصل مع العملاء، يعني طيب. حتى لو بره مصر عادي يعني. فقلت بقى لا، انا مش عايزه، ما حبيتش ان انا استنى الوظيفه الحكوميه. طيب. او ان انا اندرج تحت الروتين يعني الحكومي وابقى مثلا وظيفه محاسبه، لا انا حبيت ان انا يبقى ليا ماي اون بزنس، يعني شغل خاص. شغل خاص بيك. فالحمد لله رب العالمين. يعني انا بدات بتنفيذ وتصميم اول حاجه طابلوهات مودرن، يعني موديلات جديده من الطابلوهات المودرن دي كانت بدايتي اساسا. فانا اللي كنت بعمل التصميمات بنفسي وبنفذها، ولما عرضتها الحمد لله لقيت عليها يعني اقبال ما شاء الله. صدر بره. انت قلتي لي انت بتصدري بره مصر الحمد لله. قولي بقى بتصدري فين وفين. لما انا عرضتها في اسواق وجروبات ليبيا، انا الحمد لله بعت ليبيا كتير جدا، في طرابلس ومصراته وبني غازي ومنطقه اسمها سبهه دي في جنوب ليبيا. تمام. مش ليبيا بس، بعت السعوديه الحمد لله وفي الكويت. في السعوديه في معرض هناك حاليا في ينبع. تمام. ما شاء الله جزء كبير من شغلي هناك في الطابلوهات في ينبع في المملكه العربيه السعوديه. بس بقى اتجهت بقى لأول دور في النشر الأساسي اللي أنا شفته بقى. أنا عايزاكي تقولي لنا بقى يعني إيه شغل الورش أكتر غير بقى الطابلوهات، يعني بتعملي إيه، يعني إيه المنتجات بتاعتك؟ أولا هو شغل الأساس الخارجي دوت، المبدأ بتاعه الأساس بتاعه كله عبارة عن شاسيه حديد بالكامل. تمام. طبعا بيبقى بيدخل في مرحلة دهان الكتروستاتيك ضد الصدى والمية. بعد كده بيتم جدولته يدويا بجودة عالية جدا. فده اساس كل ال ده كل الاساس اللي هو بتاع الاول دور او الاساس الخارجي كله. تمام. ده اساسه كله بيبقى عباره عن شاسيه. احنا كان معانا صور للاساس بتاعتك انا عايزاكم تحضروها طبعا واحنا بنتكلم كده. بالنسبه للموديلات ديت بقى، انا حبيت ان انا اختار كل التصميمات المميزه اللي تجذب العملاء، ما حبيتش ان انا امشي يعني مثلا الاطقم التقليديه، لا حبيت يكون دخلت البرجولات. وفي حاجه اسمها الكوخ الصيني دوت. بدات اعمل التصميم بتاعه والمقاسات بتاعته واعملها في الورش عندي. تمام. كله في الورش عندك يا ايه؟ الحمد لله. بتعملي اللي هي المراجيح بتاعه الجناين و... ايوه دي. قولي لنا بقى المنتجات عباره عن ايه، حاجه حاجه كده. ده كتير ما شاء الله، يعني اطقم سفره. اتفضلي. طقم السفره واطقم انتريهات، كل ده للجاردن او الروف. وفي مرجحة الاسترخاء ديت بكل اشكالها، موجوده بكل اشكالها وبكل الوانها. طبعا شغلنا مش ده بس، لا احنا بنفرش كافيهات والمطاعم والنوادي والقرى السياحيه والمنتجعات. معانا الصور هي على الشاشه، انا شايفه منتجات فعلا كلها شكلها لطيف وفعلا جميلة. تحسي انها يعني في ناس كتير اول ما تقولي منتج مصري تخاف، مع ان في فعلا ورش مصريه كتير بتعمل حاجات يا نور فعلا يعني خاماتها عاليه وجودتها عاليه. الحمد لله. انت قدرتي ازاي تحققي بقى المعادله دي ايه؟ يعني ازاي اعمل جوده كويسه وخامه كويسه وفي نفس الوقت الشكل حلو وفي نفس الوقت السعر معقول ويعني ويبقى كواليتي ان انا اقدر اصدره؟ بصراحه
هي المعادلة الصعبة هنا مش في ان انا اعمل منتج شكله حلو مع جودة عالية بس، لا، المعادلة الصعبة هنا كمان ان انت تعملي منتج هاي كواليتي مع ليس برايسز، يعني جودة عالية مع اقل سعر. ليه بقى مع اقل سعر؟ لان انا مش لوحدي في السوق، انا معايا منافسين، وطبعا منافسة لا يستهان بيها، مش اي منافسين. فعشان ان انا احقق جودة عالية مع اقل سعر، انا كنت باجي على نفسي ان انا ما احطش ليا ربح عالي. انا كنت بكتفي بس بهامش ربح بسيط مع الجوده العاليه. ده بقى بيحقق اللي انا عاوزاه، وان اللي يخلي العميل راضي ان هو هياخد شغل جودته عاليه واقل سعر في السوق وبهامش ربح بسيط، عشان اقدر ان انا اكون موجوده في وسط المنافسه دي وتتفوقي كمان عليها. الحمد لله. يعني رب العالمين. سعر اقل، جودة عالية، تقنية حديثة وأشكال حديثة. يعني أنا فعلا اتفرجت شفت كلها أشكال حلوة، كلها جميلة ما شاء الله. الصور معانا على الشاشة اهو. احنا بنتكلم المجال طبعاً. المجال مش سهل يا ايه، يعني المجال مش سهل كمان، خصوصا ان انت يعني ست برضو المجال شوية والورش وكده. طب ليه يعني الموضوع يعني كنت بتعاني من ايه؟ يعني ايه اللي كان صعب معاكي؟ انا كنت يعني لما ادي ديزاين معين للورشه كنت انا لازم انا اشرف عليه عشان اتاكد من الجوده والمواصفات المطلوبه بالظبط، لان كل شغلنا ده بيبقى على حسب رغبه العميل. وطبعا المقاسات برضو على حسب رغبه العميل. فانا كنت ان انا بضطر ان انا اشرف، وديت يعني الموضوع صعب شويه، خاصه ان في بيت وشغل، فكان موضوع صعب. لازم توفيق. عشان احقق واوفق بين البيت والشغل، كان اكتشفت ان في حاجه اساسا انا كنت واخداها من زمان في الكليه بصراحه فادتني جامد، اسمها اداره الوقت واداره الاولويات. فانا خدت بيها جامد. اداره الوقت يعني انا لازم انظم وقتي، لان انا دلوقتي في بيت وفي شغل، فكان لازم انظم الموازنه بين الاثنين، اعمل الموازنه بين الاثنين بحاجه اسمها اداره الوقت واداره الاولويات. اداره الاولويات دي بقى كنت بنصح اي حد، يعني ان هو لو معاكي مثلا ممكن تنزلي نوتس على الموبايل تكتبي فيها اولوياتك والحاجات المهمه اللي انت لازم تعمليها الاول. اسمعوا بقى علشان تبقوا سيدات ناجحات. دي مش مجرد وهوايه، الموضوع دخل في نصايح. اسمعوا بقى. تشوفي الاول النهارده انت عندك احتياج، النهارده في شغل ولا النهارده للبيت بس، ولا النهارده في بيت وفي شغل. فلازم تكتبي وتحددي في النوتس ديت النهارده انت عندك مثلا سواء ان انت هتنفذي حاجه في الشغل، فبترتبي الاولويات الاول وتبداي بقى بتنفيذ الاهم الاول. يعني الاهم هو ده الاول اللي انت تنفذيه. تمام. انت كنتي بتقولي لي انك بتسلمي الشغل بنفسك. الحمد لله رب العالمين. قولي لي بقى، يعني انا رحت الصعيد سيده انها تقف في ورشه وهي اللي تسلم الشغل بنفسها وتبقى قويه كده وتسلم الشغل كمان. يعني وخصوصا ان في بيت واطفال. ما شاء الله عليك يا ايات. انا ما شاء الله عليك يا رب يا هاجر. انا رحت الصعيد اسيوط 3 مرات وكان معايا بيبي صغير. تمام. فالموضوع كان صعب، بس كان لازم انا اسلم الشغل بنفسي، لان في عميل كميات كبيره وفرش كافيهات، لازم انظم الدنيا ولازم اتاكد ان العميل راضي عن الاوردر بتاعه 100% بنفسك ونفس المواصفات. فالموضوع كان صعب بصراحه. ايوه بنفسك، يعني انت بتطمني على الشغل بنفسك، علشان كده الشغل فعلا بيطلع حلو وبيطلع كويس. بس طبعا معايا مساعده بابا ووالدي ووالدتي واخواتي ما شاء الله. ربنا يخليك. طب انت ايه اللي خلاكي تاخدي مثلا الاتجاه ده او بداتي في الموضوع دوت؟ انا في يعني في عملاء كتير. في عملاء كتير انا شايفه ان هم بيستوردوا حاجات من الصين. من الاساس الخارجي ده بالذات. الاول دور فرنتشر بيستوردوه من الصين من مواقع صينيه. فانا قلت لا، طب ما احنا عندنا الورش ما شاء الله، كل محافظه بتلاقي كذا ورشه وورش صغيره، بس ما شاء الله عندهم حرفيه وعندهم مهاره وعندهم خبره ما شاء الله. شغلهم ده مش محتاج الا خطه تسويقيه ناجحه وبس، عشان يجذب رجال الاعمال والمستثمرين ان هم يشتغلوا منهم. فانا قلت ايه اللي ناقصهم؟ ان هم تصميمات حديثه بس، ما يمشوش ورا التصميمات والموديلات التقليديه القديمه. لا، لو انا نفذت معاهم و على تصميمات جديده هيبقى الموضوع كويس. يعني الموضوع هيبقى انت كنت بتقولي لي ان انت كنت بتصممي طبلوغات ولحد دلوقتي يعني مصممه طبلوغات وكانت بتتبعت وليكي معرض. الحمد لله. لا انا ماليش معرض. مش قصدي، يعني قصدي اتعرضت في معرض. اتعرضت في معرض في السعوديه في ينبع. تمام. يعني اللي هو انا دلوقتي يعني انت بترسمي ايه ولا؟ انا بدات الحمد لله اساسا بالرسم. رسمت يعني شغل التصميمات ده مش جديد عليكي، ده هو اصلا موهبه وهدف اصلا انت كنتي حاطاه ليكي قدامك كده قدام عينك. انا اساسا حاطه في دماغي ان انا مش عايزه اندرج تحت اي وظيفه حكوميه. انت ما بحبش اساسا البيزنس الخاص بيكي انت. ماي اون بيزنس الحمد لله. فانا ما
فبدات بالهوايه ديت وبعدين بقى التجات الاوت دور فرنتشر اللي هو الرسم. انت كنت الاول ابتديتي طبلوهات وبعد كده اتجهتي للاساس. الحمد لله. لسه بتعملي طبلوهات يا ايه؟ لما بيكون في وقت ولما تكون الطلبيه كبيره تستاهل. تمام. فبخصص لها جزء من وقتي وبنفذها الحمد لله. تمام. من الحاجات اللي لفتت نظري برضو عندك يا ايات دايما رد فعل الناس على شغلك ورايهم فيه ودايما بيبعتوا لك وده يعني ده فعلا حتى كان في برضو معانا صور وآراء الناس فاحنا هنشوفها دلوقتي على الهواء. بس انت ازاي انا جالي ريفيو الحمد لله رب العالمين. انا عشان بسلم الشغل بنفسي يعني مش مثلا مجرد ان انا حضرتك طلبت اوردر ابعته لك بشركه شحن وخلاص. شركه الشحن مهمتها انها توصل الاوردر وخلاص ملهاش دعوه بقى العامل راضي يفحص ويعين شغله لا. شركه الشحن بتوصل لك وخلاص. فانا كنت بوصل الشغل بنفسي وبسلمه بنفسي يا فندم مواصفات كذا 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 اللي حضرتك طلبت عليها من حيث المقاسات من حيث الالوان المطلوبه من حيث كل حاجه من حيث الديزاين. فانا كنت بسلم الشغل بنفسي عشان ارضاء العميل يعني. حتى العميل بيحس ان انت مهتميه بيه ومهتميه بالشغل اللي واصله ان انت تفضلي متابعه معايا. انا جالي ريفيو والله من واحد من استراليا. تمام ما شاء الله. هو قاعد في استراليا وطلب مني معانا الاراء اهي على الهواء. يعني انا شفت شايفه كتير ما شاء الله عندها. يعني هو ده فعلا عارفه احنا دايما بنحب يعني ايه لما يبقى معانا ضيفه بنميز الضيوف اللي يبقوا معانا. ففعلا انا لما بدات الاقي ردود فعل الناس وتفاعلها معاكي كده قلنا لا لازم تبقي معانا. انت فعلا مثال حلو مثال حلو للستات ان هي فعلا تحتذى بيه وان هي تمشي بينا ناجحه في شغلي وناجحه في بيتي ما شاء الله وفي نفس الوقت سني صغير الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليك. الريفيو دوت هو مكان قاعد في استراليا بس طلب منه اوردر للسويس بس كان اوردر كبير ما شاء الله رغم انه ما شافش الاوردر وعينه. اهله وقرايبه يعني اللي استلم الشغل قالوا له ده حاجه فوق الوصف. قالوا له الحاجه اللي هي وصلت احسن من الصور. فلقيته بقى منزل ريفيو انجليش فرديت عليه ده بسطني جدا الحمد لله رغم ان هو ما شافش على الطبيعه بس اللي هناك وصلوا له الصوره قالوا له لا ده الحاجات اللي وصلت احسن من الصوره المطلوبه. انت عارفه انا لما شفت النموذج بتاع ايات وشفت الشغل بتاعها وشفت ناس كتير قوي عاملين كومنتات ان الشغل بتاعها فعلا عالي الجوده قلت لازم تكون معانا. ليه بقى؟ علشان توري سيدات كتير قوي. انت عارفه ان احنا برنامجنا اسمه سحر الهوانم فبنحب نبرز اللي هم الشخصيات السيدات اللي هم عندهم وظيفه اختاروها لنفسهم وعندهم هدف. ويعني فعلا انت حاساني انت مثال جيد لسيدات كتير قوي. انا متابعاكم كمان ما شاء الله البرنامج جميل جدا والله وانا مبسوطه يعني مبسوطه جدا. انت نورانا واحنا مبسوطين بيكي وفخورين كمان بيكي والله بوجودك معانا. بس قولي لي بقى يعني حققتي ايه من احلامك وايه لسه عايزه تحققيه وايه عايزه توصلي له؟ انا بجد والله العظيم اللي نفسي فيه فعلا ان كلمه مدينة شاينو دي يعني تنقرض من عندنا. صنع في الصين لا انا عايزه احل محلها بميدين ايجيبت اللوجو بتاع بكل فخر صنع في مصر ديت اللي تكون مش هنا بس مش منتشره هنا بس لا تكون بره مصر كمان يقولوا فعلا ده ايجيبشن برودكت ما شاء الله هاي كواليتي. ده اللي نفسي فيه وده طبعا مش هيتحقق الا بحاجه واحده. لازم رجال الاعمال والمستثمرين حتى الكاستمر العاديين يشجعوا حتى الورش الصغيره ديت ما شاء الله لازم يقتنعوا ان فيها شغل وجوده يعني على اعلى مستوى. فهم رجال الاعمال والمستثمرين بدل ما يطلب اوردر من الصين او من بره لا انت شجع صناعه بلدك. انت مش هتخسر حاجه بالعكس بدل ما تروح تدفع تكلفه شحن بالدولارات يعني كبيره جدا لا انت عندك هتاخد شغلك وهتشرف عليه وتشوف جودته بنفسك وغير كده كمان عندك ضمان لو لا قدر الله على المدى البعيد حصلت حاجه هتعرف هيبقى لها حل هتتصلح فورا. فدي الحاجه يعني اللي نفسي فيها فعلا مستقبلا يعني. وعلى المستوى الشخصي عجبني في ايات الاشهر. طب وعلى المستوى الشخصي يعني قولي بقى على المستوى الشخصي انت نفسك تحققي ايه؟ ده على المستوى العام قبل ما نختم. ده على المستوى العام اخر سؤال اتفضلي. انا نفسي مصنع يعني لو بس ده طبعا محتاج راس مال كبير مصنع يعني مصنع خاص بيا نفسي يعني محتاج راس مال كبير يكون ليا مصنع اعمل فيه كل الديزاينات اللي في دماغي واللي في خيالي وطبعا ده عاوز خطه تسويقيه ناجحه زي ما انا بعمل الحمد لله رب العالمين مش بعرض بس هنا لا بعرض بره مصر.
ان شاء الله انا متاكده ان انت هتوصلي من ده وهتبقي معانا ان شاء الله بعد ما تفتحي المصنع باذن الله. ايات الاشول نورتينا بجد، انا كنت مبسوطه جدا 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 ان انت كنت معايا النهارده. ربنا يخليكي. واكتر يعني انا اكتر حاجه بسطاني ان في فعلا سيده يعني ليها كارير ليها وظيفه وليها هدف عايزه توصله وفعلا وصلت له. نورتينا. ربنا يخليكي. اعزائي المشاهدين استنونا في حلقه جديده من سحر الهوانم، هنجيب لكم نماذج كتير زي ايات الاشول. سلام عليكم، اشوفكم على خير حلقه جديده. احنا بنعمل عادات كتير غلط. ايه يا كيم؟ حد يكح في وش حد كده؟ ارمي المناديل دي يا علا في السلة. اغسل ايدك يا بودي قبل ما تاكل. سلامتك يا حاج، ينفع تنزل الشغل وانت حرارتك عالية كده؟ العادات الغلط ممكن تسبب عدوى لمرض زي الكورونا المستجد اللي هو كوفيد-19، وده مرض تنفسي معدي من أعراضه حرارة عالية مع الكحة أو ضيق التنفس. عشان نحمي نفسنا منه لازم نغسل إيدينا دايماً ونستخدم المناديل وإحنا بنعطس أو بنكح، ونرميها في سلة مقفولة، ونبعد عن أي شخص عنده الأعراض دي، وبلاش نلبس الكمامات لو إحنا مش عيانين إلا لو بنراعي حد عيان، وبلاش نصدق أي إشاعات أو ننشرها، ودايماً نرجع لوزارة الصحة والسكان أو منظمة الصحة العالمية. ولو ظهرت عليك الأعراض اتصل على 105 أو اذهب لمستشفى الحميات أو مستشفى الصدر. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 أو 15335.